السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني ومحبي قناة استفيد معنا، كيف حالكم؟ إذا قبل البدء في سرد محتوى هذا الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. وهناك قناة ثانية إن شاء الله ستكون مختصة يعني في شروحات للبلاي ستيشن 4، البلاي ستيشن 4، البلاي ستيشن 4. اشتركوا بها أيضا وقوموا بتفعيل الجرس إن شاء الله ليصلكم كل جديد. إذا قمت برفع يعني ومشاركتكم فيديو قبل هذا الفيديو، وهو في يعني إعادة تهكير البلاي التي لا تقبل الدونغراد، أي البلاي التي تهكر عن طريق الهين إخواني في الله. والطريقة التي شرحت في الفيديو هي طريقة غير رسمية، يعني فقط رابط تقوم بوضعه على النافيغاتير، وبالتالي يعني تأتيك صفحة التهكير. ولمن أراد يعني مشاهدة الطريقة ستجد رابط الفيديو إن شاء الله أسفل الفيديو، أسفل هذا الفيديو بطبيعة الحال. وأيضا ستجد رابط الإبديت 486 أيضا تحت أسفل هذا الفيديو في الوصف، وأيضا يعني صفحة الفيسبوك للتواصل ولطرح أسئلتكم إخواني في الله. إذا هذا الفيديو إخواني في الله هو أيضا يعني إعادة تهكير البلاي عن طريق الهين، عن طريق الإبديت 486، يعني آخر تحديث للإبديت، يعني آخر تحديث لجهاز البلاي ستيشن 3 أعتذر. وبالتالي يعني الكل يعرف يعني أن الموقع الرسمي يعني PS3 Exploit هو الموقع الرسمي الخاص بالتهكير، وهو الموقع الرسمي الذي نقوم بالدخول عليه لكي نهكر يعني جميع أجهزتنا سواء كانت بالهين أو بالدونغراد إخواني في الله. إذا كما قلت لكم هذا الفيديو سيكون يعني تهكير البلاي بالهين وتهكير رسمي من الموقع الرسمي إخواني في الله. إذا كل ما عليكم هو يعني تثبيت وتمرير الإبديت 486 عن طريق يعني الإبديت الذي ستجدونه أسفل الفيديو كما تشاهدون، يعني قم بتمريره وإن شاء الله سنقوم بالدخول على الموقع الرسمي وتهكير البلاي بالهين إخواني في الله. الهين أيضا إخواني في الله على آخر إصدار وهو 3.01، آخر يعني تحديث كان 3.00، ولكن التحديث الأخير المرفق مع التحديث الأخير أيضا لجهاز البلاي ستيشن 486 يعني وتحديث الهين 3.01 إخواني في الله. إذا ننتظر ريثما يتم تمرير الإبديت 486 وبعد ذلك نقوم بتتمة الشرح إخواني في الله. أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، أستغفرك يا ربي وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أرجو أن ترددوا معي إخواني، ربما تكون ساعة استجابة ويقبل ذكرنا إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفر الله، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه القراءة إخواني كانت يعني من سورة البقرة، يعني آية الكرسي وأواخر سورة البقرة، يعني يجب على الكل أن يكون يعني حافظهما، يعني مرجو من كل الأصدقاء الذين يتابعونني أن يحفظوا هذه الآيات، يعني آية الكرسي من سورة البقرة وأواخر أواخر يعني سورة البقرة، من آمن الرسول إلى آخر السورة، يعني هما يعني مفيدين في حياتك. استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الأصدقاء الذين يشاهدون يعني الفيديوهات ويريدون طرح أسئلة، يعني المرجو طرح أسئلتكم على القناة وأيضا على صفحة الفيسبوك، لأني بعد الأحيان يعني أقوم فقط بزيارة القناة يعني بصفة متكررة، وفي بعض الأحيان أيضا أقوم بزيارة يعني صفحتي على الفيسبوك إخواني في الله، يعني وأعتذر لمن لا يعني أتأخر في الإجابة عليه، يعني أعتذر منه، وإن شاء الله أجيب كل شخص يسألوني، لكن الوقت هو الذي يكون يعني حاجزا بيني وبين الإجابة على أسئلتكم. إذن كما تشاهدون إخواني، لقد تم تمرير التحديث الجديد يعني 486، بعد ذلك إخواني سنقوم بتفعيل الانترنت، بعد ذلك اخواني ساقوم بتفعيل الانترنت ان شاء الله. اذا اصدقائي، بعد تفعيل الانترنت نقوم بالدخول الى نافيغاتور كما تشاهدون، نضغط عليها ثم نقوم بكتابة يعني موقع الرسمي كما قلت لكم، هذا هو الموقع الرسمي كما تشاهدون، PS3 Exploit، يعني هذا هو الموقع الرسمي إخواني الخاص بتهكير جميع أنواع البلاي. ثم نقوم بالضغط على Enter كما تشاهدون، نقوم بالدخول، تأتينا هذه الصفحة، نضغط هنا دائرة كما تشاهدون، يعني هذه هي صفحة الانترنت، صفحة التهكير الرسمية. لن نقوم إخواني بحفظ الصفحة كما تشاهدون، وكما جرت العادة بالضغط على زر مثلث أوتيل ثم باج داكتيل هكذا، ثم نقوم بحفظ الصفحة هكذا، ثم نقوم بمسح جميع العبارات المكتوب عليها إفاسي وسبريمي إخواني، يعني هذه الطريقة ضرورية عند أي تهكير كيفما كان نوعه إخواني. كما تشاهدون سأقوم بمسح جميع العبارات المكتوبة عليها سبريمي وإفاسي، بعد ذلك أخرج من هذه الصفحة وأقوم بالدخول عليها لأني قمت بحفظها، ستأتيني مباشرة كما تشاهدون. بعد ذلك إخواني نقوم بالضغط على PS3 هين، هذه الصفحة دائما دائرة كما قلت لكم، يعني PS3N هين انستالير فيكسيت، اضغط عليها تأتيني هذه الصفحة كما تشاهدون اخواني، اوتوماتيكيا يبدأ تحميل الهين لكن لم نبدأ التأكير، انتظروا معي اخواني ريتما يتم تحميله، لا تقطع علي هذا التحميل، انتظر اخواني انتظر قليلا، لم يبقى الكثير، 76 82، بعد ذلك اخواني نقوم بحفظ الصفحة، نقوم ايضا بحفظ الصفحة اخواني، ايضا بالضغط على زر مثلث ثم باج داكتيل ثم ايتيليجي باج داكتيل، نقوم بحفظها، وايضا اخواني نقوم بمسح العبارات المكتوبة عليها افاسي وسبريمي لنتفادى الأخطاء عند التهكير كما تشاهدون، قوموا بمسح جميع العبارات كما تشاهدون ثم أقوم بالخروج.
لذلك أقوم مرة أخرى بالدخول إلى النافيغاتور. أعتذر أعتذر، سيطلب مني إعادة تحميل الهين. نعم، أنتظر قليلا. بعد ذلك إخواني نقوم بالضغط على انستالي زين انستالي كما تشاهدون في الفيديو. ننتظر قليلا، ريثما يظهر لنا السطر الأخضر كما تشاهدون. الطريقة الأولى مرت بنجاح. بعد ذلك نقوم أيضا بالضغط هنا انستال هين كما تشاهدون. ننتظر قليلا، ومبروك علينا انستالي هين 301. ننتظر هذه العملية يعني اوتوماتيكيا تظهر لنا هذا، يظهر لنا هذا التحميل، يعني سيقوم بتحميل يعني اخر تحديث للهين 301. بعد ذلك سيقوم بتثبيته، ثم اطفئ جهازك وقم بيعني تشغيله، وسيظهر لك الهين وايقونة الهين، ومبروك عليك التهكير. إذن كما تشاهدون إخواني يعني اكتمل تحميل الهين بآخر نسخة. أضغط على دائرة سيبدأ بتثبيته أوتوماتيكيا. بعد ذلك إخواني قم بإطفاء الجهاز، يعني ما عليك إلا أن تطفئ جهازك ثم أعد يعني تشغيله. إن شاء الله ستظهر أيقونة الهين وملف البيكاجي. انتظر ريتم يتم تشغيل الجهاز. إذن كما تشاهدون إخواني أيقونة الهين كما تشاهدون، يعني العملية ناجحة وسهلة ومضمونة كما تشاهدون. نقوم بتفعيله، يعني حتى طريقة التفعيل أصبحت سهلة جدا، يعني بمجرد الضغط عليها يفعل ويقوم بالخروج أوتوماتيكيا، يعني لا تضغط على وي أو نو كما كان في السابق. إذن وهذا ملف البيكاجي، وهذا ملف الويبمان والملتيمان، كل شيء شغال على 486 إخواني. ملحوظة إخواني، يعني يراسل العديد من الأصدقاء يقولوا لي بأنه مرر الإبديت الجديد أوتوماتيكيا عبر الجهاز. في هذه الخانة إخواني يعني تكون وي، قم بوضعها نو لكي لا تقع في الخطأ مرة أخرى. إذن دمتم في رعاية الرحمن، وانتظرونا في فيديو جديد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.